فطيرة البيتزا لمريض السكر لكيتو دايت. لوز ني أو دقيق اللوز 100 جرام، خل ملعقة كبيرة، ماء عادي 2 ملعقة كبيرة، ملح نصف ملعقة صغيرة، بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة، بيضة واحدة، قليل من السوم البودر، نطحنهم جيد. أي خلاط متاح عنا، إذا كان متوفر دقيق اللوز ما بنحتاج إلا خلاط. 200 جرام جبنة بدون كربوهيدرات، جبنة للبيت، نذوبهم على الميكرويف أو على المقلة لمدة دقيقة واحدة. نخلط المكونات مع بعض وعلى ورق زبدة بنمدهم، وهيك بنشكلهم. أي أداة متوفرة عنا، بنحمل الفرن مسبقا، بنوضع الجبن، بنوضع صلصة البيتزا، بنوضع دجاج ناضج، وبنوضع جبن وبنسكرها جيد. بنحمل الفرن مسبقا 220 درجة مئوية من الأعلى والأسفل، مثل أي خبز بنخبز، وهيك بنتركها تبرد أكثر من روعة. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.